انا تنشارك في هذا المعرض الاول ديال سيدي عثمان، وتنشكر اللجنه الوطنيه اللي سهرت على هذا المعرض، وكانت مبادره طيبه من عندهم، لان اول وحدين بحال اللي ينقذونا وخرجونا للواجهه وبغاو نكونوا مباشره مع الناس باش نبيعوا المنتوج ديالنا بعد 3 سنين بعد كورونا كلها، وحنا تنصوبوا داكشي في الدار وما كاينش اللي يسوقوا لينا، وهما اول ناس خدوا هذه المبادره، تنشكرهم بزاف 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 بزاف. حنا جا في هذه الوقيته هذه ديال المناسبه هذه ديال قريب العيد الكبير باش نروجوا المنتوج اللي كانت الركود ديال هذه 3 سنين ديال الركود ديال كورونا، وجا باش يتروج لنا المنتوج ديال صناعه قضيه في الاقليم. هذا هو اللي تنطلبوا باش في المغرب كامل خصو يعطوا هذه المبادرات هذه. اول شيء كنبغي نشكر الهيئه الوطنيه للصناعه للحرفيين، تنشكر مقاطعه مولاي رشيد لانها واكبت لنا هذه الحرفه، يعني من بعد سنتين ديال الركود ديال كوفيد، كنشكرهم على هذه البديره هذه لانهم اتاحوا لنا فرصه اننا منا الناس اننا نبيعوا ونشريوا، وكنشكرهم على هذه البديره، وكنشكر العمل ديال مولاي رشيد لانه اتاح لنا هذه الفرصه هذه ديال الروجو، وكنشكركم وكنشكر الصحافه ديالكم انكم مواكبين انا مواكبين الحرفيه. نعرض المنتوج ديالي هنايا في هذا السوق التضامني اللي نظموه لينا وبتنظيم من الاستاذ اي تي شو. هنا كنعرضوا المنتوج ديالنا وكتعرفوا عليه الناس، وكنديروا اثمنه مناسبه للناس اجمعين، وكنتمنوا هذا السوق يكون منه كثير، ان احنا ندوروا الدار البيضاء كلها ان شاء الله والمغرب ان شاء الله.